انت ما دخلتهاش يعني؟ لا لا يا مجدي، لا لا والله عرض عليا الامر ده، كان فيه احد رؤساء الدول وكده، وكان المترجم بتاعه في دولة ما يعني هيخش، وكان واخد اذن، وجابوا لي يعني تصريح على اساس ان انا من ضمن هذه الجالية يعني، ومحدش هيسأل، لكن انا امتنعت تماما لاني انا ما تصورتش صعبة. ازاي يعني قدمك المتسخ ب خفت ما اقدرش امشي، وخصوصا ان انا دارس يعني ايه المقام الشريف فين، ويبعد قد ايه عن الارض، والستاره فيها ايه، والجدار شكله ايه عشان ما يتشبهش بالكعبه، فاتعمل ايام عمر بن عبد العزيز فعمله كده، وان القباب مش قبه، مش قبه الخضراء اللي انت شايفها، ده في ثلاث قباب تحت ايه، في دراسه كامله للموضوع ده. فالحقيقه يعني سؤال طبعا خفت وبعدين ما لقيتش يعني اي بشريه تخش تخترق بشريه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اقدامنا احنا مشيت راحت فين، وقدم ان الرسول عليه الصلاه والسلام راحت فين، يعني اللي اثروا على الحجر يعني من معجزاته يعني، صحيح. ان قدمين الشريفين بتوعه يدوس على الحجر فيطبع عليه ويمشي على الرمل لا اثر له صلى الله عليه وسلم.